اول ديت سرتيت ايت ما يسمع سلام نوج تمرين تخفو مرحبا سجوم ديون تنوبا تجديد الى نتات في دي الشبك تجديد ان البرامج ان القناة فايت اوكز اول فت سرتيت اول في السياسة اين تخصان سياسة نتمرت النغ اني تهمان ازمولن امقران نتسرتيت نتمرت النغ دواني لاني ضرى ديت مورا ندونيت اما غر تزاير ديك تمرت مقران تي نتفاعل مع كاع اني لاني ضرى ديت مورا ندونيت اسو انسيو الفن الزمامات سن الزمامات غير سن ازل دام قران سمام امزوار اين الحوار سياسة ان ليبيا الا ان يضران دي تونس ويسن فبتا لي تعفار ويسن بتا دي تشرا الا ني توبنا غف سن من يخصا ياودون الحوار زمان فايسن نسيو الفتني ري تظهر ويت الصحراء الغربيه انسيو في الحق نبوي ان المصير الا لاش دي سجن التنازل دقن الحق ثابت دقن الحق الا يسد دي الامم المتحده الا تعفر غف السعيد ما يسمى مرحبا سجون نرحب استاذنا الدكتور بروفيسور محمد برقوق بروفيسور مرحبا ست تشلت بلا مساء الخير في الاول يعطيكم الصحه يعطيك الصحه الله يسلمك ان شاء الله هاتي ليد معنا غديون تنوبا نسيو لكاع الزمامات ماشيني غير تخص التمر تنغ اما شي نسيو لي الزمامات الا نتمر ندوني تما غلا كان دائما يعني دي تفاعل نسيا سدي تمر ندوني تكاع اني غادي ضرا الجزائر غرس الاثر فو صغار واني لا نضرا صغار لا ود الا غرسي يعني العلاقه تفويني الا كان غنتدرت تمر تنغ بروفيسور انسيو فيك تمر تعزيز غفنا غين تمر ليبيا تمر نيديسان نغن الجزائر تمر العلاقات التقديمين العلاقات التاريخيه سيو سيونزروي كذا لمن ليبيا سلمان الجزائر لمن الجزائر سلمان ليبيا يعني يقن الروابط سكاع ودماون اسو يكتشلي بلا يكتشلي بلا التواج يسرسي نتللي الوحدة لهنا لمن دي تمرت ليبيا اين الحوار السياسة في ليبيا الا ان يضر دي تونس بروفيسور هل خصاش دول بالسيغ الدفر يعني ندول بالسيغ الوراء نسيو هل نجمانيني او املاكا ان تونس امارو القاعدة تسترسي تتزاير دي الميثاق المصالح تي تجو دي تشرايو يعني عافرني تجو تزاير هل وني يعني تزاير تسرس قاعدة أساسية باش كدير سنتد أو الخطوات من الحوار في زمام ليبيا قاسم لقد نيت كامل يوم تسرسي ثم بران الزاير قوانا ثم ساتق ليبيا وتودي لارا قاسمي يبدان تذياني دي بنغازي سن 17 دي فورا 2011 الزاير قاد بلي الحل يقال دي سرثان وذي لي غير الليبيين بلا ما الا كان دي الشمل مانيس ساكن توليا ذي تونس وندا يعني المجموعة كي 75 يعني شخصيات في الليبيين ولا يعني يقبلن الشروط يسترسل الامم المتحده قال سن بلي سنه راه نيا باش يتقد من سنه تفرانين القمر نار فرانين نار كان المنصب السياسي شو ديني بلي الحل السياسي الى قد يوي ثلاث الحوايج هذه بتسولوا ثلاث حوايج حاجات من ذات المجهود النيه اللي سدكل بلي ومنين كامل بلي على الاقل ليبيا تقول لك مثلا الدوله غير دوكلا في ثلاثه من الاذمن بلي ولاش الحل العسكري اللي سوى وفي ثلاثه الى قادرين يعني الفنيه كرا لي ريغل كونستيسيونيل باش غادي تفراني نردي سوفان كرا المؤسسات في كي تمثال مثال مسال الجزائر كان مقبل هذا المكتب اللي هو دي نوفا يعني نخدم يعني في ثلاثة ديال 2014 في 15 وهذه المسألة يعني في لابروش الجيريان في كادي مؤذي شهر غشت 2014 وني سولا افكار القواعد ولا ساكين قال سنت يعني الحالة سرتان ماشي الحالة عسكرية بلي وي ذاك الشركان ذي اللي بين يمنا سيبيا دوك ماشي ذاك يمنا حاجة نظل وفي ثلاثة بلي ذي اللي الحل قال ليبيا ليبيا يعني ولي كان يعني الـ يعني لو ديسكور يعني الديسكور في سنة مرثنا والمشاركة الجزائر سوماتا يعني ذي المؤتمر الدولي قال سن يعني لا كونفرنس دي برلان دي نيري قعدان لو ديسكور يخدم وسلوان تمورث دي 9 فورا 2020 دي اديس ابيبا يعني اللي رونكونت النساء كل يعني اين غماسن دائما تسولنا بلي الجزائر الساعه اولي سي تمر الساعه اولي سي غر خاطر يوث كي قسم من الساعه 982 كيلومتر الحلاله يعني في السنه بلي يعني يعني لا عطاس يعني وسغن يعني اللي تمسي ثاني بيت تمسي في الجزائر وفي السنه يعني بلي كاين الشيء بلي ما كيقدر الخير غينفع ما كان الشر غيضر فاش تلقى
الجزائر يعني الساعة أوليس والساعة الزاليس والساعة المقاربة، المقاربة في كاسيت الشي المسلحة تغناوت يعني سوينا في يعني في غلب المصالح الوطنية تمورث صح. على حساب مصالح النظام ولا ساكيدة ذاك ساكيدة وال إيك في كيان يظلي يعني يعني هما اللي يمثلون بقراو يعني الجناسي دوكنان يعني لونيو دي في كيان يعني دي لا فيديو دي خدمة ظلي بلي لا قد سيليا وغلب المصالح الوطنية دي للحوار دي للتسامح المصالح الوطنية اللي بيان باش الصعود الأخيرة يبغي ربي يكن يكن خدمة يعني خلال سباقات دي الدوار اللي قعدان خدمة دي مونترو خدمة دي جناب الساقية الوقت أخذ من دي تونس وسانس يعني زي مزار أربعة وأربعة اسمع أربعة أيام ربع بوسان باش يضربنا الغرس شو كان ولا يعني كان المبادئ الحوار يعني جلست يعني دي التعددية دي الشمولية دي الشفافية دي المشاركة ودي دغنت يعني النية باش يضمنون يعني الشروط إيصال روحا المؤسسة تسقى موثين جديد الشروط غد زوان غل المؤسسات اللي قل شرط أساسي يا بروفيسور برخوخ أين تبتا أين توقف إطلاق النار يعني بدي انت تنتفوت يعني هل تكي ترقب دون العقبته يعني او تسانن تسنقارن شينها او ندرجته اساسيه يعني ولما كنا ضوضني نقل الحل الا بتا سبد انت تنتفوت يعني هل لك ترقب دون اجراء اساسي ضروري وقي الشرط ولا كان فنشاقي يعني دي سقامو تسنية لبرلا خلقا يعني دي 5 بيس 5 يعني لو كان دي 5 بيس 5 5 5 5 عسكريين مثلا 18 شرقي 5 عسكريين مثلا يعني مجلس رئاسي ولا يعني خدما اتص الطاس يعني يعني لي زافونسي خدما وصوضا يعني باش يخلق يعني الشروط باش يدير يعني ان سيسي الفو بارمانو شو كاين زاد قسم باش يدير ان سيسي الفو بارمانو قادرين يعني مقاس سوميت لي ميزور دو ميزون كونفيونس دون لي ميزور دو كونسوليداسيون دو كونفيونس وثاكي الحوار راكي تونس إذا ما لدي بنو ثقة يجي وسوان شاقي إذا ما نصوض يعني الوسو الذوام يعني بحباس بحباس انطراد إذا شو ليبيا المشكلة ماشي دي ليبيا المشكلة ماشي مشكلة ليبيا دي فرانيين إذا قال منسن ذي الشغل الليبية سواء يعني عندنا كان مصر السعودية الإمارات سي الجهة وروس دانتا فرنسا نسي الجهة أيضا نسخة تركيا نسخة قطر أكل كيران أيضا يعني كسان يعني السين المصالح وتكتيوني دوكلين اللي بيان باش باش الصوت اللي لهنا لقى أذمنا بلي المصير نسن اس كان سن يسوفنا في زرفان سن الاثنين رنضمنا في الحاجه راني سدوك سكيمان ولكن دي الشروط يعني قلان باش هذا يدير الحوار كي بو ربي ثلان نيه الونشا شو لان ثلاثة عكور المقرن قاسم عكور مزورو اسمح لي يعني باش نحبس الطرافاكي لكن السلاح السلاح اللي مازال يتسلسل اللي تات في يعني ليبيا يعني ليبيا خلصوا مثل القاره 79 دي فان يعني دي 2011 دي مارس 2011 شو وصلوا دار الخدمه في سنات ولا يعني اللي مارسونار يعني المرتزقه كي تسلسل سواء دي لاري يعني تفضل شركه فاغنر ناروس ناتياس ناتياس ناتيكي نظن أم يسوي لك النظن وتلاقي الحاجة نقول الميليشيات العسكر فرا القانون اللي قلت يعني ديننا نقول يوم السادة السماء وتلاقي إذا ما تسع كل حالة يعطيك صح بروفيسور انت تبينت باللي صح يعني الحالة الليبية ديك الشيء معقدة يعني تعقد يغلب يعني مشيت نيد السلاح يتدفت الجهد المرتزقة الجهد الميليشيات العسكرية يعني يتشريو عقدا تشير قلنا يوالي بها تسيو الغفص إجراءات بناء الثقة يعني بالفعل ماروغ يعني ديك النتيجة انه ثقة تزوا دي ليبيا الثقة تزوا جار مناود مناو يعني جار بين من ومن هل بين السياسي والعسكري ان جار يعني مدن ليبيا في حد ذاتهم خاطر الثقة ديك اساسي يعني باش كان ديك الحل شو ما تولد يعني ام قرب دي ليبيا يبدا سي البدا يعني باش تكسر القذافي القذافي قفنا للدولة القذافي قفنا زعما سينيور نظام يسير على حساب تمغرينيس باش هذه قيمة تقيم في وشو تسقيم القبيلس شو كيمال اردينان ولا بلي التدخل يتخدم نقال ناسيونز اوني القرار 1973 17 دي مغرس 2011 يفاقوا هذا يعني ولا كما تبدا فرنسا السيت وين العسكر 19 دي مغرس وبعدين ولا الامريكان وبعدين ولا لوطون شو خلقا ولا شي كانت السودان وتقيمة السودان العسكر
وقيمة السودان لامال، وقيمة السودان السرثيث، قيمة كرا السودان الإدارة، فاش شكل الفوضى، شكل قيمة نمير، قيمة ثلاث الحوايج، قيمة الميليشيات إيكغاليين، هذا مسلاي في مسلطة، مسلاي في مدينة اللي ضاك سانت المعنى سنت، وإذا غادي الجهة نظن ولا بلي المؤسسات اللي سوق القلب، قلنا بوين تدوير أما مؤسسة الجيش، ولا بلي هذا 2016 تقول يعني زعما سي مؤسسه دعمت الرئيس النواب الليبي العقيله صالح عيسى، وبعدين خلق يون تحالف او كذي مصري، وبعدين توسع للسعوديين توسع للاماراتيين، يقيموا تمثيل الليبيين كان تمثيل المصالح الاجنبيه الاقليميه ديال المنطقه، ولا هذه 2018 انا نسقل روسيا الغورس وقبليس فرنسا، وديك تجعل يعني ام كراف ام كراف قسم يعني يوعر باش هادي فاك ميليبيين وقلنا ودرنا المبادره الوطنيه الغصن، فاش كي دائما ولا غورنا الكل قال الحل الليبي والليبي غير الليبيين، وثاكي تونس يعني ولا يعني خلال ديسكورس وخدمة كم ركز انت فاش ثاكي ام كان ماشي غير السياسيين اكو عسكري نورمالمون يسيني ديني يعني كملن بويغرسن فاش ثاكي مارث غلط يعني نقاط 53 قلنا دي المؤتمر بلا يمساعد في كل لي برانسيب ديال سي برانسيب مزورو بلي ان ديالوغ بوليتيك انكلوزيف هذه الحوار سرتان اللي جمع على كل الغاشي وتيستاد بالحل اللي دائما ذا سرتان ماشي العسكري وفي ستاتي ان سيوض الافنير يعني المؤسسات الانتقاليه سفرانين وخبرت فرانين سيدي القاعده الدستوريه. يعطيك الصحه بروفيسور اللي كان نتقدم الموضوع ني لاني تاسد مهم باش كان نوضي قال الحل نسرتي تنغل الحل اسرتي ماشي قال حل سياسي لابد تنازلات. يعني لابد تنازلات ذكرت باللي 75 الى نحضر ندي املاكايون تونس ديس معايير يعني باش ميدنا هو غادي يحضر بتر المعيار من هو غادي يمثل دمنا وانت الى غير كي تشرايو هل لك ترقد بسهوله يعني تسر سنت بعد التنازلات على الطاوله ممكن تسهل انت بسي الحل كي ترقد يعني صعب التنازل الحالتون ليبيا يعني سي 2011 غليمار و الامور يعني تفاقمت يعني تازم يغلب الامور يعني هل لك ترقد بسهوله ضوء الى تنازلات يعني بعض الاطراف مثلا يبغي ربي قاسم يعني اللي بين ثم سامن في سن الحوايج حاجه ثم زولت بلا قضاء وذن المؤسسه يعني اعاده تشكيل يعني المؤسسات الاربعه نعم. اللي فهم الاتفاق السياسي نعم. 2000 ولا 2015 يعني يوث يعني عودي ثم وليد المجلس الرئاسي او ثموليد الحكومه حكومه الوفاق او ثموليد مجلس الدوله او ثموليد مجلس النواب ثم راكي متفق نقولش متفق نقولش باش تسيد ثمولي هذه يعني الافنير اليود الارضيه يعني بلاد من دوت باش نخمم في فرانين هذه السفران في سنه بوي مسامن في التمثيل الجهوي التمثيل الجهوي هذه اللي زعما سنه ماشي يعني ماشي نسبي ولكن تناسبي تسيري ثمنه شرقيس ثمنه طرابلس ثمنه فزام وكسر ثلاثه هي جديد فاش كي كان مارث وليد يعني ارضيه الحوار قلنا تورا السنين يعني ديجا بدات سخون تذكره كان يسمون بوذيك تخمم من العقيله الصالح يعني كبار اللي يقول سوينا الدوله الليبيه باش هذه الليله قاد يليون نايبين السعودي اللي تم تغربي تعيض تم نفز الحكومه نسوالي ثوري انقلاب جالسين سنين لاند دي ثمان طرابلس نوليو بعدين ويا ضاتين سين جات نظام وكين ساق قلال تنازلت قاسم الماراثوني يعني دي المنطق المفاوضات في كل حالات تنازل مقابل تنازل وثلاث نوالي يعني كنت سوالي بلي لا ديجا امسات فلاس يعني صارج شحال هادي بلي نسات التنازل تبقى ديك في كابل ديك سيمانيس شنو نسوالي يعني البدائل الموجوده بدائل زعما دينا كان ماشي كل كيف كانت في ثلاثه يسمعوني قلنا ثورا الى وين الوزير الداخلي البشاره يعني سعن يعني الولاء زعما الولاء سعن يشدني مانيس اليوث موث لامرا تركي ان ولا يعني وني بغا نقول نايف مزوارو وكي نسبها لمزوار العقيله
السفير ليبيا ديال المغرب، انا هو الولي غادي ديال النائب الثاني لرئيس الحكومه يون سفير ليبيا ديال السعوديه، بالتالي انا ولي بلي غافو سافراني مازال الا صديق الله ديال فني الوفاق ما الا يتمثل فوسا براني ملا يوتف ديك الازمه تنتوني الحال ليبيا اكيد دكتور ديك ملا دي ازم وجار الوضع يعني غادي يكون ديس المصالح انت مرا وصغار وجار لمصلحه ليبيا ماشي نرق بمارو في كل مره يعني نتسلى نرق مثلا المصالح الحيويه نرق المطارات نرق البترول ليبيا الا ديك الاشكال داز عليك يعني منش سيجور انت مارو كذا او المصالح نصغار نغتي مرا وصغار هلك تركبد يعني كنموذج نشي لك كان سوا البروفيسور يعني بدات تسمح البروفيسور برخوخ النموذج الليبي نخسن جوف اسقاط يعني منا ونا ما تجبلها في العالم يعني كل ما يكون دي تدخل اجنبي امسني الازمه يتكمل يتفاقم الوضع وجاري يتازم الوضع وجاري يعني الحل تقول دي يعرى الصاد دي سيرتي تيغرانت قسم وشي ثالث سيرتي تيغرانت عندنا كان بلي كل ما الا والشمت مورا دي الامور في داخلين تمور يلتمور اتولد بلي لاني عكورن دي لفني الاستقرار دي الحاله الليبيه دي الحاله سوريا دي الحاله العراق دي الحاله افغانستان على الساقي يعني شحال سكوسن قال هذه افغانستان شحال سكوسن هيكي العراق 17 سكوسن سوريا ديال 2011 ليبيا 2011 عكو يعني احتمال مقرن دي ثمور ليبيا ومولاش مولاش سيفراني نقول هذه يعني سيناريو مقرن مقرن السيناريو سيناريو اللي مقرن مزوالو بلي ملي بينا تكمل هذه الحاله الفوضويه لان كاكيا خرصوا مدينه زعما سموها السات الانتقاليه باش الصورة الثالث حكم دونك هذه قيم دائما النزاع جالسا وتلقى الاحتمال يتوالي ما يكون في السوق خاطر ما توالي يعني ارضيه الحوار من المثل دي لفني لا ديكلاسيون كونستيتيونيل 60 يوم مزمنه 7 اقوال بالتالي الاحتمالات الفشل موجود ثلاث والاحتمال هو السينيك زمان ديالي ويعار بلي لي مارسونير تسوغنا غادي تسانيو بلي تيمورا تي برانيين اثقيم ديال خاطر سند المصالح المصالح ماشي كان البترول الغاز خاطر مصالح استراتيجية مصالح استراتيجية ليبيا اكبر ساعة اكبر مخزون البترول ديال افريك هذا مزوج سامي زوالوت شو دغا تولى بلي لات مصالح ايديولوجية مثل مصر المثل من السعودية من الامارات متفقنت باللي قلنا قادين الاخوان المسلمين صح يوث من ترك داعم الاخوان المسلمين تلقيت مزور في السنات ولا زعمت يعني لازم سنين على يوث التنافس الجوذان سلاقل سلاقل غير كرا القوى تيجي دي ثمات اما سيجي هامروس وسيجي ايضا تولي يعني سيجي تولي الامريكان سلاقل سلاقل يعني ثقل سبقين يعني منز وتيس ثلاثة عام قسم ونتسارع وثاقي سنيني غير انا في خلال الشهور اتسيلي يعني ونفذ الاتفاقي كلان غير تشاد اكو اسرائيل باش السعون الاسرائيليه ديال اللان دي ثمانيه كاين نعاوزو الشمال بالتالي ديني بالخصوص من بعد التفاقي يعني التطبيع كلان السودان بلي اتسيلي تواجد فعلي وثاقي زمان الصدور ماشي كان لا ليبي تصدور تيمورا تيجر تيمثيكي كامل السجعر يعني ثامور ثمن كونيه يعني لاقت التصوض اتبنيت المقاربة تجديد والمقاربة استراتيجيه ماشي كان باش تعاوني ليبيين باش هذا اللين المشاكل السن وهذا فنون في السودان السن شو اللي عندها السودان باش ان فنون يوث مغلي لمن تجديد دي المنطقه كامل راهي ضمن يعني لمننا وضمن المصالح الاستراتيجيه اللي تمر فينا يعطيك الصحة بروفيسور تلاقي جور تقرب دغلي قلت الفكرة يعني تلال بالك ماذا بيا شتينيغ تيمورا وصغار إلا أنت قد أنني تستفيد يعني لحالة الفوضى اللي تسلي بها مارو هل الذي يمكن أني أبعد من هذا خصن أتهدد أمن الجزائر يعني خصن وكأنه خصن تجن بؤر التوتر في المنطقة يعني في المنطقة بشكل يعني لضمان عدم الاستقرار باش كضمن عدم الاستقرار وبالتالي إلى دي سجل استهداف للجزائر يعني بمنظورهم من اثنين يعني في المنظور شوف الجزائر يعني الساعة ثم كانت مقارنة ثم ثقيل سامور ثي واحد المغرب المغرب في المغرب يكسان يعني التواصل تسمو لايكي نساو حتى جمعان قال الغرب المغرب العربي وسامة ثابوة ثم زول وتيسنات انت تسابورث غير لا ميديتيراني او كل الساحل وتيس ثلاثه
الا قد كان قسم لي لانت كانت مورا وحملت انا استقلاليه وسياده القرار تسمى. نعم. وفي سنه الولاء بلي الجزائر دائما قررت بلي الساعه اوليس والساعه ازاليس دي اللي فني لهنا دلمان دي ثمانية طقية دي مكتير نعم. دي سبتمبر 2011 دي وث لا كونفرنس دي حضرنت أزن 30 دولة كل المنظمة دي دي الجزائر وندي الجزائر فكاد يعني ثم ورنسة في الفني دي الساحة دي كان يعني تقول يعني لا ليبي ثورة دي برلا سلوين تمور في فكا ماشي دا رئيس كان دي فكا ماشي المقفل زي كان دي فكا بفكاد يعني الإرادة للجزائر باش تسيريا نعم. ثلاثة وعاود يسال شحال ديك وتيك تقلق ليبيا ليبيا وليبيا ودارة مستقرة ودارة تجمع دراويش اش تقول؟ تقول ليبيا ليبيا السلاح ليبيا الهجرة وليبيا الرفراف كي تفكا يون رافو اللي تخدم لونيون افريكان دي جانفي 2018 وعندي دنا بلي مادا مثلا الرفراف يتفكا دي ثمانات ديال العرق سوريا عندي زمان دي روح دو ثمانات ثمانات ام كوان اكزمال دي غادي يجمو هذه قيمه دي فنو مانيس دي ثما يجي لا ليبي لانتفاس يعني راس هكي مازال كان دي زانديس وندا لو تيرويزم هكي زعما سينا مسقرا جديد من تيرويزم انترناسيونال ثورا يقول يجمو ويساوي خلال الاشكال في جديد يساوي خلال لي مود اوبيراندي دي جديد دي ليبيا دي الساحل وثم تاكي ثم تاكي يعني لافريك ديال الوسط. يعني حسب اولش انني بلي الجزائر سيتو تفوز الطابلة يعني ضربت من يد بيد من حديد تقنع بلي لا حل في الأزمة ليبيا بلا الاخذ بعين الاعتبار الموقف الجزائري يعني واللي مكن توج اي حل في ليبيا بدون الاخذ بعين الاعتبار الموقف الجزائر الموقع عزل دي تشراس يعني ودي قشرة اساسي يعني تقول صح صح قسم وكي ناس قليل الى ثبات الموقف الجزائري واضح واضح 17 في فبراير 2011 الولد ذاكي ديال 2014 يعني سمي قال يعني نجمع يعني نغلى في الامور برا يعني دول عدم الحيز ذاكي خصو خلقد الجزائر خلقد اليد والجوار خاطر وزميره تسير الحل ليبيا وصورنا اللي قد وجهوا رحموني ما نسن ودعونا الليبيين دعونا الليبيين سقربن يعني ثيك في ونسن بلا ما تعدي في السياده نسن هذه تاخذ تدخل في الشؤون نسن فاش تلقي اساكي يعني مدينه يسرون تمورث ودين دبلوماسيتنا بلي لاق الموقف الجزائري المحترم يتسوف لنا في ثلاثه الحوايج يوث قواعد معياريه واضحه تسولنا في القانون الاغلال في القانون الدولي نعم في سنه درايه فعليه بالازمه الليبيه مع اكثر خير بوذاك اللي يدور حنس بعدين وثلاثه في سنه نكون يقيم على مسافه واحده من الاطراف يعني ولا شنو دار لا دواقيع وتلقى غير سمح حياد يعني تلقى حياد وحياد ايجابي تلقى غير سمح باش نعاون الليبيين السوضا اجمعا اولا سن وذفنون في كثير اجمعا كامل اكيد لانه صغني الشعب نغمد من ليبيا تمد من الجزائر تمد من دقن يعني الا كان عاش تمرت اكيد تقدر خصني نغمد اكيد ترقب بروفيسور بالنسبه يوم لقايون تونس وانجمانيني قوه دبلوماسيه تونسيه يعني لن تحاول يعني تتعافر تجتهد بشكل اتفق الحل هلا كي ترقب تنجح يعني تويك نتيجه توحديت في هذا الحوار يعني من لقايون في ليبيا يوث يعني ماشي حتى الدبلوماسيه التونسيه يعني الامم المتحده طبعا الولايات المتحده طبعا توجيه تونس اكيد مادام يعني في ليبيا ولاش يعني الشروط لا مانع دخل من هنا في مولت وندا البعثه الامميه يعني الساعه كونيس اذا شدنا كان يعني التونسي مرتورد يعني الساعه المصلحه مقرن باش يعني ليبيا تسكس سوس الخير يعني بحل نعم. توافقي خطر يعني ولادي 2011 يعني ثم زوج نظرا يعني سي المهاجر النازحين سي ليبي سي لا تونسي اسمعي زاد بمليون و500 الف دي فوا في سنه ليبيا والسعر مؤسسات امنيه قويه وانا عسكري قويه ولا يعني الميليشيات عسكريه وسعر بالتالي زمان تحمل الاحداث السود تونس والسعر هذا كيف كيف انا جعلين يعني الحاله السرثي مكمل ومعوض لهذا العجز الامني والعسكري وتي ثلاثة تونس السورية بغات في كيون ايمانيس يوث القيمة يوث الصورة بلي تامورثيك كسعان ديمقراطية تامورثيك زطن الخير تامورثيك كسعان زمان في كيران
يعني باش تقول يعني زعما تقول تقول منطقة يعني بلد وندا ديبلوماسي كو ديريمن ادري تو يبو ضربي وكي الخطاب زمان الفامي الضي خطاب خدم يعني القيس سعيد اللي قاي كنت تونس. انت ديت في النهايه مشيتني لانه ماشي نيغ امن ليبيا الامن المنطقه كاع يعني دوني تنكنش راه يعني مهم برك خصني قدا دكتور لانه باش كنزوغ الزمان فويتسن في النهايه هل لك ترقب الحل الا افسن ميدن ليبيا يعني الحل الا ميدن ليبيا يعني افسنسن يعني بالدرجه الاولى يعني لازم تكون قناعه راسخه واراده قويه غل ميدن ليبيا توحدن توحدن بشكل ادا تسن ازمته نهائيا. شوف الدنيا قاسم يعني بمنطق علمي بمنطق علمي وليس سياسي ومنطق علمي كان ليبيا مشكلة هي مشكلة ضعف الولاء المطلق للدولة يعني الساقي مازال مرجعية النظام ديال الموتني في سناث وتقنية وعار وسواء يعني كثافة التدخلات الخارجية وكثافة التواجد الخارجي وكثافة المصالح غير المتشابكة في الموتني اللي بين باش تصير نروشتا لقد عوذن سلم عوذن لقد غرن سلم الأولويات تنستم زورت وحدة ليبيا استقلال قرارها تسجل سمجور في سنات تسجل مؤسسات انتقاليه مؤسسات 18 24 شهر دونك ما ساعتها مده زمنيه صح فاش زمن يعني ادفنون ادفنون كيراني شمن ديك مزروي يعني ما شمزروي شو باش صونا لون شكي لقل تيمورا يقلان ساعة انت افوس سندينا الى قديري وودا سنت افوس سنت ويعار باش يديروا صح انت اللي تعطيك الصحة بروفيسور برخوخ فون ولن في ليبيا كل نشينا نمنى ان شاء الله هاو انهم لقاو الحوار السياسي مادام ديس الحوار ديك انشا مهم اساسي لانه دائما الحوار يعني ادى ويتشرى دي وحديا دي زعيم اني كاع يقتلوا فتاني لاني ضردي تمورا انا دوني تنمنى ان شاء الله هادي ويتطفي وانت زعيمين انزوغ الزمان فويتسن دكتور بدات تسمح دغر نغ الزمان فويتسن أسنسوا بعد أو الجينكل إنتي تشلت بلا تينيري تظهرويت صحراء الغربية الحق نبوينا المصير نميد تنيري تظهرويت دقل الحق لن لجي سجن تنازل دقل الحق لن يتوحما س الأمم المتحدة س القرارات الأمم المتحدة بروفيسور انزو غل ديك تمرت يعني نيدي سان نغدخ خاين تنيري تظهرويت صحراء الغربية لان ميدنس ركبن ايكت الحالة اي تشتم انت دت يعني المشاقر اللي دتيها دي تشراي ويغلب دي تشراي لان في الجال الحق نسني لان الحق نسنو بي ان المصير نخسن سستنا بدا بروفيسور بدا تسمح حد يعني الممارسات انيني نغل بعض السلوكات المغربي لان تدون ميدنون تنيرية تظهر ودي قلش لان لا يخدم القضية الصحراوية في الحق منشينا الا يغلب انتمارات دونيت بما فيها اسقم انتمارات دونيت لا يعترف باللي او انتمرتو الى غرس الحق يميد نسبة باش كتقرر المصير نسم. بصح قسم الثورد يعني ثم سات الصحراء ومالو السجل ديال اللجنه الرابعه الامم المتحده يعني ثم سات في ثانيين كنت صيف الاستعمار 1963 من ولا بليدي ما قول 1975 لايون الازمه الصينيه يعني ريسونسمون الغاشي باش يبنون لا باز الكتورال لو ريبرتوار الكتورال لا سيكتورال باش يبنون خمسة فرنين ولا ديال لافي دو كونساي لا كور انترناسيونال جوستيس تنسيت بلي ولاش كرا العلاقه ديك مزروينه ديك سارتيت قال المغرب كيك صحرو مالو على الساقي ولاش كاتمور ثالث كس عارفا قانونيا السياده المغربيه في الارض الصحراويه والامم المتحده دي كامل قررت نسنت تسوفلانت في مبدا ان الصحراء الغربيه مش يعني اقليم غير محكوم ذاتيا يعني تيفون اوتونو ويشم غير 17 الاقاليم غير المحكومه ذاتيا المحكومه ذاتيا هذه اكثر منشقي قسم لامي لورسو لا ميسيون ناسيون زي بور لي فوندمونس اوكسيدونتال يتسو خلقد باش هاد ليبيا تفرانين تصيت الاستعمار تقال المصير شي ماروكيين كل في كلت تساوين تكرا الترازافيين تساوين تكرا يعني الحاجه ولا قرا باش غادا يطلع على ساكي دي دوني السمثا الى لان تمغلي بلي لهنا دلامان
في ثمرة تقيا تفيق تفلا إلا قد تسيلي تسودة في الحل هي طرفي النزاع المغرب أكل بوليزاريو إذا مسال تقيا الصحراء ومالو الصحراويين يعني ولا ثلاث سلحت 8 شهر نوفمبر يعني ذكرى العاشر لمرحمة ديميزيك ولا بلي قلنا بلي يمكن يوم قبل هذا الحاجة نظن سوى ثيمون سوى الاستقلال الصحراويين ذي القانون ذي الغلان يعني الدوسين سن إيفان دي سيرتي تي غرانانت دو جي بوليتيك مونديال يعني للاسف يعني الضحيه لي زعما سينيا يعني لمصالح فرنسا بالخصوص دي ثماثيا بروفيسور اسلو انت كدودا اول سي جو دي سخمو نتمران دونيت الجمعيه العامه لهيئه الامم المتحده سي ولدي سي وضح الموقف في الجزائر في تنيري تظهراويت ناد بلي لك انا نستغرب لك انا نخص يعني نستغرب همي كاع المدتو يقد عن ولي توج مبعوث اممي اللي غلط نيري تظهراويت يعني بتغ تفسر شتي يا بروفيسور ون المدتو يعني تجدرارتي لان توج ديس هل اللي ديس ضغوطات هل اللي ديس يعني ممكن اعتبارات بلا شو دير كان يعني القسم جروحان سكوهلر يعني ولاش شامل اي ماثون مش كاع ماثون اسمح لي الصحراء ومالو ذا شو تيجي يعني ادبجن بود ربي سن الحوايج جن متقمرة وثلاثة أولوية مقرن كل ولا ذي النقاش يقدر عندي شهر أكتوبر قاعدان يقول يعني عيود يعني المعضلة من أرسو ثلاثة خطر ولا بتفكا كان يعني يعني أمريان باشيان تصوض يعني تيمور لاستي تيمور تشرق تصوض لان كانت مولد فيرس الاسترالي لانجلوتير المثل باشيان الكونسيت سيكوريتي يدا كامل دون شتاكي باش تولي فرنسا مكون في كتس عكر وفرنسا تخدم الخدمه يعني رجعنا طماطم كامل تقيم للحل ديال الحل القلق والحل القلق الامان في سناث ماشي كان المبعوث الشخصي لاش ولا طلع من نفسه وحدث ولا مكل في كل مكل رونوفيرمون يصدروا نقاش في ازرفه ممدان قضيه اليه لحمايه حقوق الانسان وايضا رصد رصد يعني التعدف في ازرفه ممدان شنو ولا بلي دائما ثلاث فرنسا قانالها شنو ولا يعني كيسينا يعني وممثل لافريك دو سيتي كلتاكي ناس بلي مولاش يعني غطبق سلعه جنان بزرف بقدو الصحراوي تقليل المصير الميثاق المتحدة يفقد القيمة ينس وتلقي غاد بقل بالفعل بلي لا يعني يعني لا الخدمة ديال القانون ديال القانون المقرن ولا يعني ديال لا كاتيام كوميسيون دي ناسومبلي جينيرال نقول في كانت لانت يعني سقان يعني المرافعات سكوس ولا يعني بحكم كورونا دونك ولا شنو نقول سكوس سيلين يعني وين داير يعني صحراويين ولا كي دانت صحراو مالو يعني بقينا بلي القضيه نسن هي قضيه شرعيه دوليه وقضيه حق انساني وقضيه شعب مقهور خاطر الماروكيين الاحتلال المغربي تولي يزال 175 الف يعني غالا لمن العسكر يعني قريب 200 واش الف مزدار هذا بجن يعني بلي فيه رغبه لي ماشي للتحكم ولكن لقمع الشعب مرت ولد يعني سياسه استيطانيه اللي ثمور ثقيل كيف كان يعني يعني اقسم يعني ما نقارن غير الاحتلال الاسرائيلي كل الاحتلال المغربي يسعى تشابه واحتلال استيطاني في الجهتين استغلال ثروه ثمور في الجهتين لا يؤمن بالحدود في الجهتين يعني المغرب تقار من البحر المتوسط الى نهر السنغال ولكن تقار من البحر المتوسط الى دجلة والفرات واكثر من شاكي تشوف هنا في غد يعني حائطين في يعني في السن يعني الصوار تشوف هنا باش ينظف ظن غير وجود وخدمت لفلسطين وخدمت للصحراء مالو لا شو سيد جهني ظن يعني المساعده السن تسلسل سي برا الماريكان وكتمور الغرب يعني اسرائيل بارابور فلسطين اللي يقول يعني المغرب انا ولي فرنسا بالخصوص وكتمور الخليج دونك الى قد كان باش نصور ونشتكي قسم الى قابل دل يعني دي ثلاثة الحوايج كان بلي المغرب ولكن غادي يسلم يسعى السياسة التوسعية ادلة كثيرة الدليل الاول انه
وكتعرف على استقلال موريتانيا قبل الاستقلال 1960 و 1969 وبمبادره جزائريه هو اللي بمدافع عمر بي في سناث انه بعد اشهر بعد استقلال الجزائر حرب الرمال الغزو ولا ساقيس على الخريطه المفبركه الحدود نسل في ثلاثة ولا بلي الصحراويين ثلاث ضحيه للعدوانيه والتوسعيه التوسع المغربي تاقي سمز باش نصور اذا تاقي العقيده المغربيه في سنه باش نصور الوانشتا الى قادر يعني لفنير ان كونسنسوس الهام ساخي الكونسيل سيكيورتي فرنسا تبدا تمغنيس وتاقي كامل ساكيت وعار خاطر صح المصالح مقول لنا وفي ثلاثة الى قد اتباع فرض الكونسنسوس الكلام دي لافريك خاطر لافريك الاولى بلي الصحراء الغربيه هي دوله مؤسسه للاتحاد الافريقي ودارت الامم المتحده تسخن الواجب بين الناس خاطر سير سيدنا من رسول باش تنظم استفتاء قلم مصير دونك فاش تلقي الى قد كان بلي الصحراويين امنا بلي غاز كان سن تيمونند واذا كيدافع عن الصحراء الغربيه امنا بلي غاز كي صحراوي تيمونند وذا غانت القانون الكرغلان يضمن الصحراويين الزرفاقيه إلى ينواس أذكر أنت أتمت عنيس مجدد النظر عندك صحة بروفيسور وكان نجي المسح في تمران دونيت ما تريتش بروفيسور نرقب يعني التضامن مع القضية الصحراوية ما عشتيت لك تربعت من ضمان مع مدينة نيري تظهراويت أو التضامن دو بدي الإيمان يعني القناعة يعني مدنومن بأحقية مدينة نيري يعني الشعب الصحراوي في حق تقرير المصير هل او ان القناعه والايمان هل اللي يرني دي تموران دونيت يعني يغلب انت مورا لا نرني انت يعني اس بعد اس فهمت باللي مدن تنيري يعني اخر مستعمره يعني لازم الحق يعني لا جي سيغمنت هل لك ترقب اللي يرني تشري ولا يمو يرني قصدي أيوة. يمو يرني هذه شهر اكتوبر كان ولا يعني البرلماني ديال البرلمان الايطالي أيوة. ولا الجمعيات ديال كولا كولومبي ولا ثاني ديال السلفادور ولا ثاني ديال الارجنتين ولا دي يعني موفمون مقرون ثوره دي فرنسا أيه. دي الاسبان الى دي الاسترالي دي الاستاجوني يعني سي براتيكومون انترناسيونال مارث ولد يعني الصحابه مالو لارست سامو ممثلين ينس ممثلين البوليزاريو دي 143 دولة 143 دولة ممثلين البوليزاريو دي 143 دولة لاندي فرنسا لاندي الامريكان لاندي لافريك الولد يعني دي لا سوسيتي سيفيل مونديال يكمو خاطر الغاشي ارزان صور يعني يعني زعما سيني حياه الصمت صح جدار الصمت اذا بغات تبنوا بغات تبنوا المروك على مستوى التعتيم الاعلامي اذا شفتوا لا التعتيم الاعلامي نعم في انتهاكات حقوق المدندين شفتوا انت لاندي موين نظن لان هو يعني زرف يعني يشوف النظام باش تصرزب جدار الصمت قال سمت الانترنت قال سمت لو ريزولتاج يعني سنين الحد قدام يعني زمان دي زمان ليفرساد دو دي ميزيك ولا يعني لو كوكو يجي تجي دي الاوروب دافع في القضيه الفلسطينيه والقضيه الصحراويه صح. يعني في كامل الاوروب اكيد يعني ميديا ايضا يتم سام الشيطوح ام سلوفيني الى معهد لدراسات القضيه حول القضيه الصحراويه دي سلوفيني يتفيت يعني واحد الموظفين الكبار ديال الوزاره الداخليه وزير الخارجيه السابق الاسبق لسلوفيني من المدافعين على القضيه الصحراويه وذا كي يتم ولا يعني دي اسوسيسيون تسن للشرق المعمور المد الغربي نس ودبكن يعني بلي القضيه ديال المروك يخدم الحوايج نظن يخدم يعني الرشوه والفساد ولا ما بعض ما يعني بالخصوص بعض القسم يعني الفضيحه يخدم وزير الخارجيه السابق لي زوطو اكسوات فان بلي كان فاذرين في كان سادات المغربيين باش يدير الموقف البلاد اللي تمر في الولد عاد يعني في خزافيين يخدم المغرب وكذا بعض اللوبيات بالخصوص لوبي يعني الجمعيتين ديال الماريكان جمعية قدماء يهود المغرب دونك الإسرائيليين الإسرائيليين أو جمعية اليهود المغاربة ولا يعني هذه 18 دوار قعدان يعني كرمت محمد السادس في ثمورتيس دونك كتب قال بلي سي جهة إلى جمو دعم التضامن العالمي للقضية الصحراوية ولا الشرعية الدولية ليدس ولا الاتحاد الافريقي يدس ولا المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان تفد بلي كان الصحراء ماشي كان ماروكيا والخيرات الماروك الخيرات الصحراء ماشي ماروكيين ولا الحكم الاحكام اللي فان
غير في الجليسيد وين يطفن كرام البواخر يبول الفوسفات الفوسفات المروك باش انت وين النظام في كامل في الجل بين الخدمه مقارنه سوق الخدم وتصير الخدمه هي الضمير الانساني يقيم يفد القضيه الصحراويه. اسمع بروفيسور حسب اولش ان نفهم باللي القضيه الصحراويه ديك قضيه مشروعه وشرعيه يعني حق مشروع يعني الحق تقرير غرس الحق ان في التضامن ان في تضامن واسع يعني ان في الخلل مارو بكل صراحه حيلة في الأمم المتحدة يعني لجيسك يعني لم تكتمل الإرادة يعني بشكل يعني أضفرضا في المغرب بشكل يعني أتجيب ديما نصف تمرت نتني لي تضارويت يعني هل لك ترقب يعني الحل إلى دي الأمم المتحدة يعني زما تفعل كل الآليات بشكل توجي الحل هذه تنيري شوف لصح الحل المشكل دي الأمم المتحدة المشكل دي بني اتخاذ قرار دي الأمم المتحدة أيوة نعم وبني اتخاذ القرار المتحدة ثورة تم رهينة التجاذبات الجيوسياسية هذا وثيقين هذا بقين يعني يبلي الصحراء ومالوكي الناس قلي خاطر المولى الشمالي لا يول يدويك ساعة يعني حق الفيتو وكلام اللائحة وتسع دايرة ولا ذي الوقت اسمي قلا جون بولتون كونسي وزافات سيكويتي ترامب يفرض يون توجوب بلي الموندا لا مينوسي ساو غورن كل ساو غورن باش يوم بعدين يدير يتقيم باش يوم بعدين ولا بلي يعني تورز النتاجي فرنسا او كره المواطنين اظن يعني دانت سي دفغي بلي سي لو ستاتيكو ستاتيكو ولاش الى تلا هنا الزمان اللي تمرت مرتاجي شعب مسالم جيت هكا جيت هكا كذا شو الواقع يعني لا اجل كان تاجيلا الازمه اللي صحراء ولكن ولات سنجي يعني دي تعدي المغرب في الاتفاقية وقف اطلاق النار 1991 وبالخصوص لا كوميتير ان ان قواني ان يعني الحداد يعني القضيه القرقرات يعني ايه القرقرات كل واحد قد القرقرات وين يبغى نتفاد لنا خاطر نسافيوث يعني بدات 2018 وغادي ندخل قانون الواقع امر الواقع اتفاد لنا يعني الارض زعما القاعده الجغرافيه اللي وقفت اطلاق النار وذليني من سن يعني يون وهريد باش متنفس اقتصادي نحو غرب نحو غرب افريقيا الصحراويين اللي الباين خدم يعني ابو سن قعدان بلي ولا بلي ما تكمل اكاكي زمان اذلن 28 سن وقفت اطلاق النار تاني هو اعلان فعلي عن امكانيه اعلان موت اتفاقية خاطر إلى جلسين الطرفين المتحدة هي دول هي إطار صح. تنظيمي راعي شرعي ونشتقي الأمم المتحدة السيئة زمرة والصودارة أتخلق شروط حل باسكو مش قضية حوار بين الطرفين وقضية تصفية استعمار وقضية تقليل المصير خاطر لامين رصيد سكر قد فنشتا ماشي حل سلمي وطريق ثالث الصحراويين صح قبل طريق ثالث يعني يعني في كان ودي شو اكدو الصحراوي سي قبل اكدو الصحراوي يبغى غادي يدي يعني ريسونسمون دو بوي ديك ساعه دوطين خلق شروط ديمقراطيه اضرب هنا للصندوق عندي في كاس الصندوق تسمون انت دوتي مونتي باش كتكون غير السياده كامله غير منقوصه يعني سياده كامله سواموني مقابل هذا يعني اننا نرقب مارو انزوغ المغرب ان في بلي تخص تقحم الجزائر في القضيه الصحراويه بلي غرس العلاقات في حين الجزائر لاش غرس يكتل علاقه مع القضيه الصحراويه القضيه الصحراويه العلاقه يعني مشكلة مع المروك الجزائر لاش غرس يكتل علاقه في الـ في الـ في, الـ في الموضوع لا تستعمل اساليب حرب اعلاميه يعني مغالطات ماشي ذكر نطور وكذا السينغ يعني هل او الاسلوب يعني بتسمح يعني في تسيير الازمه يعني المروك المغرب تلا في ازمه كذا الى غير الكون اسلوب الحرب الاعلاميه في الجزائر كل مره انا في تصريحات كاذبه انا في اتهامات مغلوطه انا في مغالطات انا في كذا في الجزائر يعني هل ترقب ديك نشره يعني السينغ خصدينا نشره مفضوح يعني عالميا الناس بدنا نفهم باللي هي ديك نشره لانه لا نسنى الموقف الجزائر اسن المبادئ في السياسه الخارجيه اسن المبادئ في اداره الازمات لنسن كل شيء واضح يعني الجزائر واضحه يعني ايش قلنا شوف قاسم كون قال قواعد حسن الجوار في السمانة اعداء الوحده الوطنيه موقفين مختلفين الامم المتحده فتفصل طرفي نزاع المملكه المغربيه وجبهه بوليزاري كوني خضر كوني خضر كوني سعى المبادئ بلي نسدو دائما ذو زرف حق تقرير المصير خطر الجزائر دي 20 افريل 1955
20 افريل 1955 من الشورك ديال ليفنيغ البيان بوندونغ تسولنا في الشتاء دبلوماسية الثورة تسولنا في الشتاء نكوني نبويث مونت الناس الكفاح المسلح صح ونبويث سنة 3 دي جويي 1962 غاشي كامل صوتا باش هذاوين في مونت صح عقد خير بسيط الجزائر 63 نسميها الماروكي تعداد في لانا الجزائر شي تخدم تخدم في اليوث القاعده مهمه وتعاون ديس دي دي مسكد بعد 25 مايو 1963 فين يعني عدم تغيير الحدود لا تونجيبيتي دي فرونتيير الماروك تغيري ثنت تغيري ثنت دي صحراء ومالو وتفضى اكال من صحراء ومالو دلا موريتانيا المرتبه هذا مزروي كامل اندونيس وتفضى ونسعان اكال تفضى دوايض خاطر ما كاينش يقسم بلادو مع واحد اخرين ولا ساكير الاستراتيجيه الاعلاميه المغربيه وماشي كان الاعلاميه وما حتى دبلوماسيه سنت اذا دبلوماسيه تسولنا في المغالطات وتسولنا في الابتزاز ابتزاز ولا ثنت يعني يعني خدمان 15 مولات فريق لاكيني بيسو الكافير والكابون كامل ولا كاين ناس كدي شراء ذمام كون يعني لي سوتو الموقف الجزائر هو موقف قائم على الشرعيه الدوليه وكان الحق للميثاق المتحدة يذوذن إلى سدو الشنقو تحت الاحتلال باش خمن تقليل مصير السن ضد أيضا لائحة 15-14 الأمم المتحدة 14 ديسمبر 1960 وأكثر بونش تاكي متوافقة مع كل قواعد ومبادئ الالتزام الإفريقية خطر جمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس الاتحاد الإفريقي سامون فونداتور فرد الماروكي كشمال الاتحاد الإفريقي يكشم الاتحاد الافريقي يتخيم هذا اللي محمد سيسي يتخيم هذا السلواي نصحاه مالو سي ابراهيم غالي دونك تبين بلي سي جاد نكوني يعني نكوني تخزر ظن زوري قاسم نحن شعب مسالم وتفضل يوثيكت وندير خدم يعني صح. توسع او حرب ضد الاخر تلقي العقيده نزل في حين ان المغرب له سياسه عدوانيه ومنطق توسعي ولا يحترم قواعد حسن الجوار ويتعدى دوما على قواعد القانون الدولي. حتى بعض التصرفات يعني الانتهاكات من حقوق الميدان ديال المغرب هل نجمانين تدق الغفص يعني هي ترجع بالسلب في المغرب في حد ذاتها يعني لا تزيد اي لا تقدم اي اضافه يعني للقضيه ولا تحل المشكل يعني انتهاكات المغرب كل مره على كان رقب مثلا من حيدر نرقب يغلبنا المناضلات الحقوقيه المناضلين الحقوق الميدن التنيري تقعس المضايقات ايش رايو لن تكمل لن تازمن يعني هي اسلحه لن تدق لنا في المغرب في حد ذاتها يعني دق ان شاء الله تشوه ناس سمعتس لانه دق انشاء غير مقبول يعني ليست وسائل باش تربح هذيك القضيه يعني حتى ولو يعني. صح من حيدر في مصر تبوي شحال الشياث الصور اللي قول يعني الزرفان بوبدان يعني السيمو الامن فاش تلقي شنو اللي كان بلي يعني كره حسبه كره فولاث يعني مقارنه في زرفان بوبدان تخديني بلي المغرب داخل تمورتيس تحترم زرفان بوبدان شو تسمنا سيدي كان يعني يمنع يعني النشطاء حقوق الانسان الجمعيات الحقوقيه باش تصحوا مالو تصحوا مالو باش تسوالي هذيك قلنا المغرب من ولا شو صدرا يعني ذريف شو خدم ذريف يعني من تحديات السفيره ونتسالوا سيدي كان مارث ولد يعني كيران رابولات اللي خدم يعني البيرو دي ناسيونز اوني بوليت كونت لو كريم اورغانيزي لا دروغ المغرب اول دوله منتجه للقلب منتجه ومهربه ومسوقه للقلب الهندي في العالم يعني عدل 700 طن في السنه يعني بعض كلا الاحصائيات غير يعني غير رسميه كيدير اكثر عدلت 20 مليار دولار كقيمه سوقيه للمنشئين تلقيت بالجيم اللي لات اختلالات كبيره دينا باش السرولنت ألم بوكدود إلى قد دفنا عدوى فراني باش السيني بلي نكوني ونمشي لرا ويضا غير سفشلن باش الدينا بلي غيغرون ونصوض على انسو السم كدود الصحراوي قال ماشي وحسن الله لقيت بكين كان بلي يعني هو فشل وهو سياسة الهروب للأمام ديك الصح بروفيسور بعد المغرب نزوغ لفرنسا مثلا هل لك ترقب انه الموقف الفرنسي يعني القضيه الصحراء الغربيه
ديك الموقف يتأرجح يعني ساعات دي زوام ساعات دي زوام ساعات يعني منشي سيونطور في قضية ليبيا يعني أي تدخل أجنبي في قضية ما في الأزمة يتكمل يتأزم الوضع وجار يعني هل أنت سولت بصراحة يعني علميا أكاديميا فرنسا الصحراء الغربية يعني تيني اللي تظهروي تبتد الدنيا السدينية يعني بتد الأهداف السدينية بتي تخص يعني هامي لماذا تخص كل خطرة تجيك قنوع راك ماشي نقار نقلو بستاك على جال تسوية القضية الصحراوية شوف لا قال الفرق غير وول الفعل هو الفعل وول سقي باسكو فرنسا سوالي باللي مث روح الصحراء ما تبغي مونتنس زمادين تيجي المشاكل المقرن دي المغرب زمادين المشاكل المقرن هذه هنا في الدل أبدل أجيب استخدام المصالح نسد في سنة المغرب ونسأل قاسم إلى عبارة سجي دور كبير في السياسة الفرنسية في أفريقيا الدنيا كان وكان الزريض ثلاثة ولد جيت ثم إقلال القنصليات يعني بدون شرعية دي العيون كل دخلها تسيمونا مصريين وتسيمونا يعني سوى سنة يعني سوى سنة الفريق يعني دانت مستعمرة فرنسية ما هو جزء القمر لكن في الجزء بشو ميزان الساعة شو يا يعني مازال الساقية سدوا فوس سدوا فوس فرنسا و يعني ليل دو مايوت تكزيت مايوت يكتب عن القوم وسكت توطف ما يكيدني أكثر بونشتاقي المغرب المغرب يعني يلعب دور زمان الصينية في الخدمة الاستراتيجية للغرب عموما فرنسا والمغرب بالخصوص ونسالة كنت في كعيوم زيرو كان يعني عام ديا 1978 الملك حسن الثاني شجع العسكرينس عاونا العسكر الفرنسا للتدخل لإنقاذ الريجيم موبوتو دي زاير كنت في كعيوم ام ديا نظن قسم الغرب الاستراتيجي عاونا اليونيتا دي لانغولا وقالها سنت المروك سخاد من المروك يشجع يعني يوم ذي ذات قسم المروكيين لعب دور نشط لتطبيع مع اسرائيل الحالة كيف كانت ثلاثة اللي كان مصر الاردن موريتانيا نيقل دونك ساعة وظيفة استراتيجية واش هو اكثر بونشتا باش تقيم فرنسا قوة متواجدة مؤثرة في شمال افريقيا وفي شمال افريقيا الساحل وغيرها الى قادرين يعني نقاط ارتكاز استراتيجيه المغرب ولكن ايضا خلق مناطق نزاع للاستمرار تاجي غادي دي الخطاب يخدم دوكو في 1944 دي برازافيل بعد ما يحرن الملك الانجليز والجزائريين المغربيين التونسيين الوياب دي زافيكان حرن فرنسا هنا يصير بلي فرنسا والسعر اللي معنا لا تمكن للدونيس مستوطنه اتسفنو وتسقيم قوه فاعله جنوب المتوسط دونك تيجي المغرب الساعه ثم كوان دوكشتا يعطيك الصحة بروفيسور محمد برقوق اشين ياوني ولنا انت دت دي قنت تحليل الواقع الى كان انت تدر ديون تلوفين نتمنى ان شاء الله تحل دي قيم ماشي قار الحق يعلو ولا يعلى عليه يعني ان الحق نبوي نمد تقرير المصير ديك الحق لا شوى اكيد لان تالي انت اجيال كاع نتسنى نطفن بنفس المبدا انه اضنر لنا من اجل القضية الصحراوية الحق المدن نبوي تقرير المصير شي تنمرت بروفيسور محمد برقوق الاخبار تنوبا غدا ان شاء الله يتم اي سونيني تنمرت ان شاء الله تلاقي متبي متطفي سونو ملاقع عقبال تغدش تغدا سن بسلامة